امرأة مسلمة تضع النقاب كانت تقوم بالتسوق في سوبر ماركت في فرنسا، وبعد الانتهاء من التبضع ذهبت إلى الصندوق لدفع ثمن الأغراض التي اشترتها، وخلف الصندوق كانت هناك امرأة متبرجة من أصول عربية تعمل في الصندوق، فنظرت إلى المنقبة بنظرة استهزاء، ثم بدأت تحصي السلع وتقوم بضرب السلع على الطاولة، لكن المرأة المنقبة لم تحرك ساكناً وكانت هادئة جداً، مما زاد العربية غضباً، فلم تصبر وقالت لها وهي تستفزها: لدينا في فرنسا عدة مشاكل وأزمات، ونقابك هذا مشكلة من المشاكل، فنحن هنا للتجارة وليس لعرض الدين، فإذا كنت تريدين ممارسة الدين أو وضع النقاب فاذهبي إلى وطنك ومارس الدين كما تشائين. توقفت الأخت المنقبة عن وضع السلع في الحقيبة ونظرت إليها، ثم قامت بكشف النقاب عن وجهها، وإذ هي شقراء زرقاء العينين قائلة: أنا فرنسية الأصل، وأبائي وأجدادي فرنسيين، هذا إسلامي وهذا وطني، فأنتم من بعتم دينكم وأخلاقكم باسم التقدم والرقي، ونحن اشتريناه منكم لأننا نعلم أن الإسلام هو دين الكرامة والرقي والتقدم، وهو دين السعادة في الدنيا والآخرة، فأنا متمسكة بتعاليم ديني بكل فخر وبدون خجل، فارحلي أنت عن وطني. فخجلت البنت المتبرجة العارية من كلامها وشعرت بأنها أخطأت، فذهبت من مكانها بدون أن تتكلم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك وبتعليق يحفزنا، وللمزيد اشترك الآن.